بالشكل ده، الفرونت بياخد الداتابيز دي بيحولها للشكل ده. في انواع من الداتابيز، ممكن انا اللي ادخل الداتابيز، يعني مثلا انا دخلت عايز اسجل ايميل جديد، انا بدخل ايميل والباسورد صح، دي داتابيز جديده، ده كلام جديد صح، الكلام ده بيوصل للباك. ففي الحاله دي انا اللي بستنى الكلام الجديد، او داتابيز موجوده ستاتيك موجوده اصلا، الباك هو اللي عاملها وانا اللي باخدها منها. حلو، زي مثلا لما تيجي تخش تلاقي الويلكم مش عارف ايه كده مثلا، دي حاجه ثابته بتبعت لها اللي عملها. كلام جميل. دي فكره عامه، يعني ايه فرونت اند، يعني ايه باك اند. بالتفصيل بقى والستبس الكبيره اللي احنا المفروض نمشي بيها من اول فرونت اند، فرونت زي انا اشرح معاك الباك اند بيمشي ازاي. لازم نتعلم اللغات بتاعه الفرونت اند. حلو، طيب احنا خدنا فكره عامه يعني ايه فرونت اند. حلو، طيب عرفنا يعني ايه فرونت اند. طب تعالى نتكلم في النقطه، هي ليه فرونت اند مهمه اصلا؟ يعني ما هو انت كده لما عاوز ممكن تجيب حاجات جاهزه وتحطها صح؟ انا ممكن اروح على شات جي بي تي واقول له اعمل لي الستايل ده بقى وهات لي شويه فورم حلوه ويبقى منظر جميل جدا. بس احب اقول لك لا، ان الفرونت اند مش كده، في كواليس برضه للفرونت اند. الداتا اللي بتتبعت، الفورم اللي بتعمل لها سبميت، الكلام ده كله هو ما بيقراش لوحده، ان هو كده مجرد ادوس كليك البوتن ده تشتغل، لا انا اللي مشغله، انا اللي بقول له انت هتعمل ايه في البوتن دي. حلو، وبالتالي الباك اند بيفهم مني انا عايز اعمل ايه. وصلتوا؟ يعني كل حاجه بتبقى معمول لها فانكشن ومحسوبه، وهنا معمول لها بالفورمنس. يعني ايه بالفورمنس؟ يعني الاداه. انا ممكن اعمل موقع بطيء جدا، كم واحد فتح موقع لقى بطيء؟ اول حاجه السيستم بيقع هو نتيجه الثانويه العامه صح؟ ده بسبب ايه؟ ضغط. سيستم بطيء والموقع بطيء جدا، وانت بتزهق تخرج. يعني مين؟ لازم لازم الديفلوبر يعمل كل حاجه باسوا احتمالها ممكنه. لو دخل مليون يوزر على نفس الويب سايت في نفس الثانيه هيفتح ولا مش هيفتح؟ حلو؟ احنا مهمتنا ان احنا نعمل الكلام ده في الفرونت. الباك اند هو كواليس اللي ماسكها كلها. حلو؟ الفرونت اند عليه دور اكبر لان هو اللي بيظهر في الصوره. حلو؟ من غير الفرونت اند الباك اند عمره ما يظهر. ولو الفرونت اند سيء الشركه هتقع كلها. لان انا الواجهه بتاعتك، انا اللي بظهر الويب سايت شكله عامل ازاي، فيسبوك بتقعد عليه بالساعات صح؟ ايه اللي بيشدك فيه؟ الشكل بتاعه، الراحه، الدارك مود واللايت مود، الكلام الجميل ده صح؟ لو الفيسبوك على نظامه القديم تفتحه مش هتقعد فيه كتير اصلا. ليه؟ الفرونت اند كل شويه بيبقى فيه تطوير فبيطور وبيواكب الزمن مع تطورات المخ طبعا. حلو؟ وعلى فكره لازم 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 في تطوير. استحاله اتعلم اللغه وما اتطورش، واستحاله برضه لغه جديده تنزل فيرجن جديد او اصدار جديد وما اتعلموش، مش هتطور عمرك. سوق العمل لو انت لازم تتعلمه لازم تواجهه، وعشان لازم تواجهه لازم تعيشه. ولو سبت البرمجه هتسيبك. يعني ما تروحش تقول انا هسيبها اسبوعين 10 ايام وارجع لها، مش هتعمل ايه؟ لا هي هتسيبك. البرمجه ما تتسابش. مستقبلا هتعرف كده، يعني حرفيا احنا من دي بس نظرات كده. مفيش اي نقاش في حته ان انا ممكن اريح من البرمجه شويه. اه هيجي لك شويه زهق، هتسيب يومين ماشي، ثلاثه، اسبوع بالكثير وتبقى ده اخر. غير كده ما تسيبش. عشان ما تزهقش وترجع تعيد تلاقي نفسك من نقطه الصفر تاني. فده باختصار يعني ايه برمجه؟ يعني ايه فرونت اند؟ ليه الفرونت اند مهم؟ من غير الفرونت اند الشركه مش هتمشي. من غير الفرونت اند اصلا الفيسبوك اللي انت بتسكرول عليه، الواتساب، الانستجرام، ده كله مش هيظهر، اليوتيوب، كل ده فرونت اند اللي بيظهر قدامك، والرياكت اللي انت بتعمله والشكل والكومنت والشكل الجميل ده والاستيكرات، كل ده فرونت اند. حلو؟ الباك اند بقى هو اللي بيظهر، بيبعت وبيستقبل داتا بيز وبينظم الكلام ده. ده جميل؟ ده كان يعني ايه؟ اول خطوتين تعرف عن ايه فرونت اند. طيب خلينا نتكلم بقى في البيزكس بتاع الفرونت اند، وده يعني يعتبر بنخلي الناس تقول ان الفرونت اند ده شيء بمعنى صح، والكلام عكس كده نهائي. ان انا لو اتعلمت اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت، بس انا كده خلصت. وهنا خلصت دي شويه مقبلات اللي جاي. احنا بنعمل كميه فانكشن كبيره في نفس الوقت. اتش تي ام ال، سي اس اس مش لغه برمجه. اتش تي ام ال، سي اس اس ده مجرد الستيب الاولى بانك انت تعمل الديزاين لليو ار. حلو؟
يعني ايه هو يوزر انترفيس؟ اليوزر انترفيس دي معناها بيجي للفرونت اند شكل للويب سايت اللي المفروض يعمله وهو بيقلده. ده تعريف اليو اي. حلو، انا بيجي لي اليو اي ده وعلى طول دايناميك. انا كفرونت اند ببدا ابدا البيزكس دي. حلو، باستخدام طبعا ممكن تعمل اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت، بس الحمد لله الدنيا سهلت قوي بدل ما هم يعملوا حاجه المفروض يتعمل. طيب احنا كده عرفنا عن ايه تعريف الفرونت اند عموما. مفيش كلام معلش ناسي. طيب لازم نركز يعني ايه فرونت اند وعرفنا طبعا. مش مستني طبعا نعبر بتمثيل اكتر من كده او بكذا مثال اكبر من كده. خلينا نخش اهم حاجه احنا عايزين نتعلمها، وهو هو الفرونت اند سوق العمل بتاعه عامل ايه؟ يعني يعني دلوقتي مثلا هل هو متوفر في الشركات ولا الاي اي حل محله؟ حد عارف حاجه كده؟ طبعا بتسمع الاي اي دلوقتي لو انا ليف فويس يقلل الفيديو جامد حلو، قلت له خد اعمل لي الكود ده شغله هيفهم؟ مش هيفهم ليه؟ ما هو الكود كذا هو جايب الكود من الاي اي يروح يرن، هو مش هيعرف يرن. لازم تبقى فاهم الكود عشان تعرف تعدل عليه وتعمل عليه احسن اداء. وصلنا؟ طيب دي كده بعض الامثله الموجوده معايا. خلينا بقى نبدا نعرف ايه هي البناء اللي بتمشي ازاي معايا. طبعا الفرونت اند انت لما تيجي تتعلم معانا هيبقى معانا ان شاء الله، ما شاء الله معانا الاستاذ برضه اسلام معانا، معانا باشمهندس روح، كل دول ما شاء الله شغالين. حلو، احنا هننظم الدنيا ازاي؟ هيبقى في تو سيشن في الاسبوع. هنشرح لكم في الترم الاول HTML CSS JavaScript. حرفيا انت في اول HTML و CSS يعني مش هتتعب قوي، هتحس الدنيا معاك. بص يا سلام عليك شويه يعني ستايل جميل قوي، والبنات هتحب كده اكتر لان الالوان بقى والكلام ده هتحب كده قوي. بس وقت ما نيجي نخش على جافا سكريبت يعني ايه هتصدق من ايه بجد والله. جافا سكريبت لغه برمجه حرفيا طورت بعدها لغات برمجه كتير جدا. السنه اللي تحت بيفوق التايب سكريبت، السنه اللي تحت فيه 30,000 دولار برمجه. حلو؟ طبعا مش وصل طيب الفرونت اند برضه السعر بتاعه مش قليل، يعني عشان بس الناس تقول لك يمكن زي جرافيك ديزاين مثلا او حاجه زي كده السعر بتاعها قليل لازم اشتغل شغلانه ثانيه. لا انت في ناس بتتخصص سوفت وير انجينير فرونت اند. حلو، اعرف ناس شغاله في المانيا وامريكا والارجنتين شغالين فرونت اند بس، وحرفيا بياخدوا مرتبات ما شاء الله. حلو، ففرونت اند لا قليل ولا تستهون بيه، بالعكس ده هو اكتر حاجه بتتطور عن الباك اند. ويمكن الباك اند يعني كل فتره ينزل اصدار جديد، ينزل لغه جديده، ينزل حاجه جديده، بتحاول تجاري الكلام ده. وكل ما انت بتجاري الاحداث كل ما انت بتتطور اكتر. حلو، لو احنا ما جريناش الاحداث هنبقى عامل زي السبتين والناس كلها تعدينا كاننا خطوه سلمه ولا كاننا شايفين. حلو، لازم اي لغه سواء فرونت سواء باك سواء اي لغه دي نصيحه نجاري الاحداث. هينزل كل شويه فيرجن جديد نخش نشوف، لو احنا ملينا وسيبنا الحوار يبقى احنا مش هنتعلم. يا جميل، انا بقول بس المقدمه دي علشان خاطر انا عارف ان بعد كده اللي هيحصل هتيجي في نص السنه طب انا هفتح صيد خلاص. اصل انا عارف دماغ الناس، الناس كنا بنتكلم في الحوار ده اول امبارح صراحه، كنا بنجيب اخرنا. بس في نفس الوقت في الوقت ده انت لما تيجي تقارن نفسك بالاسبوع اللي فات انت هتقول لا وانا الاسبوع اللي فات ازاي عملت كل ده. هتيجي هنا لما ربنا ان شاء الله يكرمك وتخش شركه او تتطور تيجي تبص كده وايه كنت انا بصح ليه؟ انا طورت، انا شفت كود منظره احسن. حلو؟ يعني احسن كود انا عجبني بالنسبه لي. ولما تيجي تتطور الاسبوع اللي بعده هتنسى الاسبوع اللي قبله، تقول انا عايز كود احسن. هيبقى عندك الشغف ده كل ما تيجي تبص على الكود القديم. يعني انا والله لسه مثلا بروجكت امبارح شفته بالصدفه مسحته من منظر كود بس. تعمل بوزيشن مبسوط كل حاجه كل شويه اقول له المعنى ليفت المعنى مش عارف ايه، والشكل يبان لك جميل بس انت لو جيت تلاقي الشاشه شويه كل ده ضاع، كل ده ضاع، مفيش حاجه ما تشوفهاش. وصلتوا؟ طيب هنتعلم اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت الترم الاول. حرفيا هتبقى قادر تعمل ويب سايت جامد بجميع المقاييس. الترم الثاني بقى احنا هنبدا معاكم بحته الادفانس جافا سكريبت
فريم ورك بتاعتها جميله بالتايم سبريت بالحكم سبريت 6 رياكت. حلو، هنشتغل رياكت. طيب خليني اقول لك ان دي اول صفحه ويب ديفلوبمنت اتعملت اتش تي ام ال العالم سنه 1990. دي اول صفحه اتعملت ولسه موجوده يعني بتاعش من غير اي سي سي اس ولا اي حاجه. دي اول بيج اتعملت اتش تي ام ال بس. هتيجي تقول ده شويه تكست وبالجراف اعملهم بورد. اه ما انا عارف تعرف تعملهم بورد، بس السي سي اس جافا سكريبت خليك تعمل باك اند هاي. هنشوف مثال عملي دلوقتي. طيب ده اول وصلت اتعمل واتكلمنا عليه وقلنا ان السي سي اس هي مصنوعه من الستايل. حلو؟ طيب انا اقول لك هي ليه الجافا سكريبت مهم؟ يعني انت بتقول طب ما انا ممكن اعمل يو اي وخلاص. لا، الجافا سكريبت بقى هي مسؤوله عن الاكشن اللي بيحصل وانا بكتب وادوس سبميت ايه اللي يحصل. الجافا سكريبت هي المسؤوله بقى عن الكواليس اللي بتبعت للباك ومن غيرها ولا اي حاجه ولا جاي لك باكشن. انت مجرد واجهه بالنسبه لك كانك جايب يو اي عامله على الموقع وخلاص. حلو؟ بس يعني ده باختصار تعريف الجافا سكريبت عشان ما اطولش اكتر من كده. وكده كده كده في سيشن ده المفروض ان احنا نمشي عليها الحاجات اللي احنا المفروض نعملها. وده عدد الاسابيع اللي احنا ناخدها عدد السيشن. احنا قلنا سيشنات الاسبوع. حلو؟ فالاتش تي ام ال يخلص في سيشنين كتير ثلاثه وهينزل كل مره. خلاص؟ ويب سايت جميل جدا. واللي مش عامله هجيبه او هيغش هجيبه. مع الموبايل على لازم لعب. هو في الاول موبايل عادي بس على كده زي حلو؟ يعني في الاول اجرب بالموبايل عادي. اه بالظبط. طيب في شباب كده بتعمل حاجه جميله. انت بتكتب اسئله واحنا بنحلها نختارها بس. لا 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 هوريك شكل دلوقتي اقول لك اعمل زي مثلا. في مشكله بس عند الناس. هتروح مثلا اقول لهم انا عايز اعمل باراجراف يقول 1 2 3 يقوم جاي واخد التكست شات جي بي تي تاك بيست انتر اقول له كود هتاخد هجيبه هعرفك وهجيبه بجد. احنا بنعرف كود الاي اي ونعرف كود واحد الغشم ونعرف كود المجتهد بجد. انا اتفشت في مره ان انا خدت فانكشن واحده من وسط 150 فانكشن والله اتفشت بجد. اتفشت في الشركه ان انا خدت الفانكشن دي. ما سالنيش انا ما شرحتهاش عشان ما يقولكش انت واخد حاجه انت مش فاهمها. لا دي بتعمل ايه دي بتعمل ايه دي بتعمل ايه. تمام. ده التيم بتاعنا. حلو. باشمهندس اسلام وانا ده الكور تيم. يعني حرفيا ده اللي هيبقى معاكم في كل حاجه. التاسكات معاكم هتسالوه واسالونا عن الكور اسالونا كده. حلو. اتحاد المصادر الاطفال يعني احنا السنه اللي فاتت كان معانا ثلاثه ما كناش عارفين حاجه خالص. دلوقتي ان شاء الله ربنا يبارك بيعملوا حاجات في الناس كانت كتير قوي. حلو؟ فبامانه يعني في ناس لو قربت بجد وشدت في الحوار يعني احنا هنبقى داعم ليهم ونديهم كل حاجه هنعرفها كل حاجه. ودي اول سنه هتحصل ان احنا نشوف حاجه. ولا سنه جي دي جي او جي دي اس سي قديم شرح ولا اي كومنتي هنا دخلت الحوار ولا عدت الجافا سكريبت. السنه دي عشان طبعا اخر سنه لازم اعمل نسخه كامله عشان اخر سنه اشرح فيها واخر سنه بقى معاهم. فلازم هيبقى في التطوير ده. حلو. ده تعريف فرونت اند ببساطه. حد عنده اي استفسار لما نخش على شكل عملي بقى وسيستم. ها مش عندك استفسار؟ طيب اكبر الكتاب عشان خاطر الناس ما تخضش. الناس اللي بتقول يعني ده حاجه مش عارف دلوقتي. كل اللي انتوا شايفينه ده فرونت. ده مش يو اي عشان بس الناس بتقول لك انت تحط شويه الوان وارسم على موقع الوورد. لا ده كود. ده اللي انت بتعمله فرونت. ولو همست حاجه غلط حرفيا طبعا لو تستر عدت منه فالتستر هيتهان وانت بجد لان التستر بيبقى قاعد متقلق على كل تفصيله. اعمل لي جراديشن فورم. انت بتخليها تكتب انجليزي وعربي. انا عايز انجليزي بس. بيدقق معاك على اقل تفصيل. لان لو عميل اللي جاب لك الغلط ده هيبقى لعيب عليك انت بس. زي ما احنا جبنا في موقع بس الطوابق دي مثلا مشكلتها حاجه واحده ان هو قال لك التاسك ده يفتح مره واحده بس. والطلبه دخلت الشامل وجابوا الدرجات وبعد دقيقه بالظبط التاسك فتح تاني بنفس الاسئله. ولو انت جبت درجه اعلى هيمسك الدرجه اللي فاتت وتحط درجه جديده وتلاقي نفسك في الاوائل وبتاخد ان شاء الله جايزه ماليه بتغش. الحوار ده كان في نص جامد جدا.
والحوار ده اتقفش لان الشمل اتعمل والموقع ده لسه معمول يعتبر السنه دي متطور، فده غلطه فيه المفروض تتعمل. حلو، مش عارف حد خد باله منه ولا لا، بس هي اكيد موجوده. انا لسه شايفها امبارح. هتلاقي لو انت دخلت الامتحان والامتحان بيفتح مره واحده وخرجت وعملت ريفرش دخلت تاني هتلاقي انت محتفل تاني. اه واخد بالك؟ فده من باك اند. اللي انتوا شايفينه ده كنت فرونت. اوضح شويه العين ولا اوضح شويه المثال؟ لا اوضح الكلام اللي لا اللي انتوا شايفينه ده ليكس مش هتفهموا منه حاجه خالص. انا هقول لك دي حاجات يعني عايز تشوف كود الباك بقى؟ يعني الكواليس بقى يعني زي ما بيقولوا. ده الباك اند. يعني يا رب نشوف عشان خاطر ايه انا اصلا من الصفر ربنا يفتح. ده الباك اند. انتوا شايفينه ده الباك اند. ده الداتا بيز اللي هو مستنيه. وانا اللي ببعتها له. طيب عايزين نشوف الشكل اللي عامل ازاي في الاخر يعني انا عايز اسمع كلام كلام ببلاش يعني. حلو خلينا نجرب نرن السيستم. الويب سايت ده مش معمول اتش تي ام ال سي اس اس بس عشان ما حدش ياخد باله، معمول حاجه اسمها ليكس ديتيلز معلومه مستقبلا برضه وهعرفكم عليها وهتعلموها معايا. حلو تعلموا رياكت رياكت يعتبر زي ليكس شويه طيب معنا شويه حاجات. طيب الموقع بيرن بوت انا عارف ان بيرن بوت انا اسف بس هو عشان خاطر عشان ده باك برضه سي شارب أبغى أبدأ أدور داتا بيز أصلا. ده منظر الفرونت بيظهر. ده الفرونت. الحتة دي تظهر الأول دي تظهر الأول دي تظهر الأول دي تظهر الأول دي فانكشن. وصلتم؟ كل ده فانكشن. طيب. لو جينا نخش على الداشبورد. بس قبل ما اخش على الباس بورد هو يرن براحته اخش على الباور شيت اللي فات. لازم انا هعمل كود الباك اند عشان اقول لكم الداتا بتظهر ازاي. كلام جميل؟ عشان تبقى شايف مشروع عمل ازاي. انت شايفه دي داشبورد كل ده فرونت. في حاجه تبع الباك ظهر ولا حاجه تبع الباك ظهر. الكواليس كلها معانا استحاله اوديك حاجه تبع الباك يعني لو الباك ظهر شكرا انت كده السكيورتي زمت الباك بجد لان في مواقع شركات بنوك كبيره بتبقى عندها ويب سايت الباك لو السكيورتي بتاعها ضاعت وده عيب مش فيه كام واحد فكر مع الفيس كتير فيسبوك سبب تاكله اتش بي اتش بي السكيورتي بتاعتها قليله جدا طبعا فريم ورك جديده كلها في الباك اند ده سبب التطور لو السكيورتي بتاعت الباك اند ظهرت فانت هتخسر كتير وهتكلف بعيد قوي انك تتحبس. حلو فطبعا لازم ايه نبين كل حاجه واحنا نقدر نعمل حمايه للفيس تاني ده دي بعدين بقى تاني. الداشبورد دي انا اللي عاملها هي عباره عن اديوكيشن بلاتفورم عشان بس اوضحها في الاول ودي ادمن داشبورد اللي هو عايز يضيف سؤال تشوز سؤال رايتنج سؤال صح وغلط عايز يضيف كويز. حلو طبعا وهعمله مره واحده بس مش هعمله كذا مره عادي براحته يعني هعمله مش براحته بس انا دلوقتي عايز اضيف سؤال تشوز مثلا. حلو فاضيف على سؤال تشوز بص بقى شايف انت شايف تحت ده او سؤال رايتنج مثلا اللي انت شايفه ده بقى اللي الباك للباك مش هيبقى في الباك الشكل هيبقى في الباك الداتا اللي هكتبها يعني لو انت بصيت اصلا عشان بس البرزنتيشن غريب شويه في الشكل هتلاقي دلوقتي ان انا اقدر اكتب دلوقتي اي حاجه صح؟ الكتابه اللي بتتكتب جوه دي اللي هتبقى في الباك. الباك مش هيجي له لا شكل ولا هيجي له لون ولا هيجي له اي حاجه هو هيجي له الداتا اللي جوه. الباك ما يهموش غير الداتا اللي جوه عشان خاطر
كده بعت الداتا. طبعا انا سكسست كده كده الداتا اتبعت كده. لو جيت دخلت على الباك اند وجبت لكم الداتا بيز هتلاقوا الكتابه اللي كتبتها هنا هي اللي وصلت للباك، والباك خد عشان يعمل بقى كورس. هوريك دلوقتي الباك بيستعملها فين. بيستعملها في الداتا بيز، وطبعا انا اللاب بتاعي هيقول لي كلام ما ينفعش يتقال لو انا شغلت داتا بيز دلوقتي. حرفيا يعني الداتا بيز بتحمل لود كتير قوي. حلو، انا هشغل لكم بتيجي ازاي. هوريكم شكلها بس، يعني شكل الداتا اللي انا دخلتها. لو دخلت على الليست الباك اند يشوف الداتا كده، شايف الداتا اللي دخلنا الباك اند يشوف الداتا على اي جسم. ده اللي الباك اند بيوصل له، ده مشروع شغل لازم تفهم الباك والفرونت. الفرونت اللي انت شفته ده كله، والباك هو اللي بيستقبل الحاجه دي بيعمل عليها بقى ايه الدرمون بتاعته، الكواليس بقى تلاقيه بيخبط بقى ويديك ايرور وتتخانق معاه. يا عم انا مش عايز الاي دي الاول، لا والله انا بعت الاي الاول عادي، هتتخانق معاه كتير. وايرور 500 طبعا وحاجات كتير اكيد باشمهندس لازم اتكلم عنها. انا كده بعت الفرونت اند، اتكلمت عنها كتير صراحه، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. وان شاء الله تكون جدا النهارده، انا معايا برضه عشان حد عايز يبقى اسس. تمام؟ احسن ما